يعني انتوا المفروض ان شاء الله في طوكيو طبعا بطبيعه الحال في فقاعه طبيه كده. طب بعيدا بقى عن فكره الفيروس والفقاعه الطبيه، انا بس عايز اسالك على تفصيله تانية. هذا كم من البشر اللي طالعين من مصر ورايحين دوله ليها خصوصيه شديده جدا في الاكل والشرب، فانتوا هتهندلوا الموضوع ده ازاي؟ هل في مثلا شاف هيطلع مع البعثه؟ لا بص عليك، الاولمبيات ليها طبيعه خاصه جدا. ايه بقى؟ الاولمبيات من غير في اي ظرف من الظروف بيكون فيها مطاعم بمختلف عالميه يعني. عالميه انت بتخش تلاقي الركن العربي، تلاقي الركن المصري، تلاقي الركن اليهودي، تلاقي الركن الاسيوي، تلاقي كل اللي هم عاملين حسابهم على الرياضيين اللي جايين من كل انحاء العالم. يعني ممكن تروح تلاقي فول وطعميه وكشري حاطينه في الركن. يعني اروح لغايه اليابان واكل طعميه؟ لا احنا بنطلع ركن خش بقى الركن الغربي بقى على سبيل التمثيل. بتلاقي مطاعم كبيره عالميه من الموجوده هنا، من السلاسل اللي موجوده راعيه للبطوله، بتلاقي الكافي شوبس الكبيره جدا راعيه للبطوله. فانت بتلاقي مكان المطعم ده عباره عن تنت ضخمه جدا ومطاعم متعدده ومتنوعه. احنا بناخد معانا حاجات معينه، يعني لو عندنا احتياج لحاجه معينه، لمكملات معينه، لنوع معين. لان في نوع اكل وسيستم لازم الواحد يمشي عليه يعني قبل كمان. هم دارسين كويس قوي هم حاطين ايه، يعني هم عارفين ان اللعيبه كلها محتاجه كربوهيدرات عاليه. فهتلاقي الستيشنز بتاعه الكربوهيدرات ضخمه جدا. بس كريم رايح سياحه لو بس انا في في التنت اللي حضرتك بتتكلم عليها دي. ايوه انا في الخيمه. لا بس التنت دي بقى بتبقى جوه، اللعيبه بتبقى مقفوله فقاع يعني. هو بص عليك، هم عاملين حاجه في هناك، هم اتكلموا عن الزونز، هم عاملين حاجه لطيفه جدا او مختلفه. هم عاملين فقاعه زمنيه وفقاعه مكانيه. انا حدش اتكلم على هذا الموضوع. الزمنيه دي جديده علينا، المكانيه ده احنا استحدثناها. لا احنا برضو للامانه، عشان انا كنت في الجهه اللي كانت بتعمل التخطيط. الاول حد عمل البابل في العالم كان الان بي اي في امريكا، في الباسكت، دوري السله المحترفين. والفقاعه مقصود بيها هو مكان مغلق بدايره مغلقه تماما. فكان مكان الاقامه هو مكان التدريب، هو مكان اللعب، هو مكان المنافسه. دي الفقاعه. احنا طورنا في الفقاعه ان احنا عملنا لها اكستنشنز. يعني انت ما كانش عندك الكومبلكس اللي يستخدم او المبنى الرياضي اللي يستوعب فنادق واقامه وتدريب وكل المباريات. انت عامل كاس عالم. هو هناك كان عامل دوري امريكي بس. فبدانا نعمل نظام يخلي الفقاعه ممتده بالترانسبورتيشن سيستم، من اول الوصول بالانتقالات، من تروح الملعب وترجع، من المطار للمطار، بس كل لا ومن الملعب للاوتيل. أيوة. ومن الملعب لصاله التدريب، كل ده خليناه جوه الفقاعه. فعملنا لها ما بقتش فقاعه، بقت يعني زي شبكه ممتده مؤمنه. هو عمل دلوقتي حاجه جديده، ان هو عمل حاجه لعب بالزمن. ازاي بقى؟ يعني انت هتيجي 3 ايام عزل او انعزال عشان لو عندك فتره حضانه للفيروس. وليك 14 يوم غير مسموح ليك بالحركه خارج نطاق محدد جدا، اللي هو كانها فقاعه مقفوله بقى. بعد ال 14 يوم من حقك انك تبدا تتحرك في اماكن جوه البلد، بس بعد ما تكون انت قلت انا عايز اروح الحته الفلانيه والحته الفلانيه والحته الفلانيه، وهو تبعك ل 14 يوم. لان هو عنده وجهه نظر اخرى مختلفه، يمكن دي احنا برضو يعني نبص عليها. هو عنده مشكلتين: اشكاليه حمايه الرياضيين، واشكاليه دخول نوع جديد من الفيروس للبلد، جوه البلد طبعًا. وانت جايب العالم كله صحيح بمختلف اتجاهاته طبعًا، والجينات بتاعته والوانه. فهو بيلعب، فقال لك هيعمل 3 ايام و14 يوم جوه الفقاعه الكبيره، وبعد ال14 يوم ممكن يسمح لك بشويه تحركات طبقا لخطه موضوعه مسبقا. طب دكتور حسن، من وجهه نظر الطب برضو والعلم، هل كان صح اقامه الاولمبياد دلوقتي، ولا كان المفروض ان يتم تاجيلها للمره الثالثه لان هي اتاجلت قبل كده؟ ده سؤال وجودي يعني. ما هو بس هنسال مين؟ طيب سؤال صعب، سؤال صعب. يعني بس ما لازم اسال رجل الطب والعلم. احنا دخلنا في مشكله ما بين سيفتي، قاعده الطب بتقول لك ايه؟ سيفتي فيرست، سيفتي فيرست ما نلعبش. اوكي. لكن لما نيجي نتكلم بقى على دي ناس، ده شغل ناس، الناس دي مش ناس هتلعب. يعني لازم نفكر برضو، يعني انا تخصصي طب رياضي واصابات ملعب، دايما لما اقعد مع الدكاتره زمايلي هم فاكرين ان انا قاعد مع ناس بشغل مع ناس بتلعب. ناس ما بتلعبش. ايوه. ده شغلتهم، دي شغله وكارير وبزنس واستثمارات وملايين. فلو انت جيتي النهارده قلتي ان انت عندك لاعب بقى له 4 سنين بيستعد للاولمبياد واخرتيها له سنه، ممكن وبعد السنه دي كمان تقول له بقى ده انا هلغيها لك خالص و3 سنين، بصي بقى المردود. اللاعب ده بعضهم انتهى،
يعني في لعيبه خد بال حضرتك ان الاولمبياد في اواخر مشوارها محطه في حياتهم طبعاً. اللي كانت عايزه عامله حسابها انها تتجوز اول ما تخلص الاولمبياد، واللي هيهاجر واللي هيسافر صحيح. واللي هيشتغل واللي طالب في الجامعه ومأجل واللي مأجل مش عارف ايه، فده كله دي حياه. الجزء الثاني الاستثمارات اللي اتدفعت، الجزء الثالث البنيه التحتيه بتاعت البلد اللي اتجهزت والمباني اللي اتبنى. الموضوع معقد بس برضه ده ما منعش ان اهل البلد نفسهم يتظاهروا ومحاوله منهم يعني لإلغاء طبعا. هو طبعا الاسهل طبعا للاسف، بس احنا هقول على حاجه، خليني اقول لك بقى حاجه، مصر ضالعه بشكل قوي في تنظيم هذه الدوره الاولمبيه. طب يجيبوها عندنا ازاي بقى يعني؟ واحنا نظبط كاس العالم للهاند بول هو التجربه اللي قعد العالم كله مستنيها، كمان العالم كله قاعد مستنيها فاحنا النجاح اللي مصر حققته وبامانه هو كان نموذج لتعاون عظيم جدا ما بين كل الجهات فعلا بقى زي ما بيقولوا الجهات المعنيه طبعاً. يعني كم المجهود اللي اتعمل من وزاره الصحه، كم المجهود اللي اتعمل من وزاره الشباب والرياضه، كم المجهود اللي اتعمل من اللجنه الاولمبيه، كم المجهود اللي اتعمل من اتحاد كره اليد نفسه. فالشكل التعاون والدقه الشديده في هذا الامر بقى عندك نموذج كل الاتحاد الدولي بيروح يقول لبلده طب ما مصر عملت وعملت بمستوى يعني مؤثر جدا. اعتقد ان لو مصر ما كانتش عملت كاس العالم الهاند بول بهذا النجاح كان كل الدول هتتراجع في فكرة إقامة الرياضة او عودة احنا اول ناس رجعنا النشاط بهذا الشكل.